رح نحكي اليوم عن الوصاية. كثير بنسمع بهذا المصطلح وخصوصا للأطفال بعد ما يفقدوا طبعا المعيل أو الأب. من هم الأوصياء؟ ما هي شروط الوصاية الصحيحة؟ وما هي السنة التي تستمر إليها الوصاية؟ كل هاي التعريف وتفاصيل ضمن القانون السوري رح نتعرف عليها اليوم مع ضيفنا المحامي رامي عقيل. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ رامي. أهلا وسهلا بحضرتك. سعد صباحك. اليوم عم نحكي عن موضوع شائع، واليوم في عدة أطراف ممكن يكونوا هن أطراف بهذا الموضوع، إن كان عائلة الأب أو عائلة الأم. بداية خلينا نعرف بالوصاية بنظر القانون السوري. الوصاية هي الحق في التصرف أو في منح التصرف على أموال القاصرين وعلى نفس القاصرين، يعني هي الحق اللي ممكن أو الصلاحية اللي ممكن يمنحها الأب أو الجد لحدا كرمال يتصرف بأمواله بنفسه للقاصر. القاصر اللي عرفه القانون السوري هو كل من لم يبلغ سن الرشد اللي هي منصوص عليها بالمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية 18 سنة ميلادية. من لم يتمها فهو بحاجة دائما لوصاية يدير أمواله ويدير نفسه ويدير تصرفاته القانونية بالمجتمع. طيب أستاذ رامي، خلينا نعرف كمان شغلة. اليوم الوصاية بتبدأ بس لما بيكون الأب متوفى ولا إذا كان في حالة غياب؟ يعني نحن شفنا بسنين الحرب في كتير آباء كانوا ضمن حالة المفقودين، يعني فهل يصح تعيين وصي على الأبناء أثناء غياب الأب أم فقط حالة الوفاة؟ لا، هذا الموضوع هو شائك شوي. اليوم في لغط بالمفاهيم بين الوصاية والمؤقتة والوصاية الدائمة بين موضوع الحضانة. نحن فينا نختصر الأمور على الشكل التالي. الوصاية تكون هي الوصي الحقيقي هو والد الأطفال، وبحال وجوده هو بيتصرف بأملاكهم أو بتصرفاتهم القانونية. بحال وفاته أو بالقانون مثل ما سماها عدم الأب بيكون الجد العصبي، هون تنتقل للجد العصبي. وبحال عدم وجود الجد العصبي وعدم الجد تعيين الجد العصبي اللي هو أبو الأب تماما أي، وبحال عدم التعيين من الأب أو من الجد العصبي، التعيين بده يكون طبعا خطي ومجاز من المحكمة. يعني بتنعمل وصاية وبتنبعت على المحكمة، والمحكمة إذا شافتها مستوفية لشروطها الشرعية والقانونية بتجيزها أو ما بتجيزها إذا كانت مخالفة أحد القوانين. بهي الحالة إذا ما في عنا حدا، المحكمة بتعين من تلقاء نفسه وصي. يعني نحن حتى موضوع العم الأم الخال كذا، هذا بده يكون يا بتعيين خطي وأجازته المحكمة يا المحكمة عينته. طيب أستاذ رامي، خلينا نروح للأم. يعني اليوم كيف نظر القانون السوري لموضوع الوصاية بالنسبة للأم؟ هلا إذا كان المقصود بالسؤال الوصاية على مال القاصر أو على أموال القاصر تصرفاته القانونية، فهذا الأمر ما منح للأم. وأنا حسب وجهة نظر شخصية، هذا ليس مبرر بالقانون، هذه وجهة نظر شخصية، إنه الإمرأة عاطفية والرجل أقل تأثرا بالعواطف، فخاف وممكن قد يجوز من إنه يعني عاطفته الغالبة تخلي تعطي أولادها المصاري لحتى ممكن هذا الشيء يهدد بإنه تتبدد هاي الأموال. ولكن لابد أن نشير إنه كمان القاضي الشرعي المختص ممكن يمنحها الإذن بهذا الشيء، وممكن كمان ومو ممكن، هذا حالة رائجة يوميا. نعم. السفر بالأطفال بيمنحها مثلا ولاية عفوا الوصاية المؤقتة للسفر بأطفالها. أما موضوع النص القانوني ليش ما منح الأم فهو يعني غير مذكور هذا الشيء. طيب خلينا نقول المؤقتة يعني بتكون بموافقة مين يعني؟ هلا هذا الشيء دائما السلطة التقديرية للقضاء حسب الظروف وحسب الموضوع وحسب الأب وين مسافر متوفي، مين في من عمومه ومين في من جده بالبلد، من خلال طبعا بيانات إن كان بيان حركة إنه هو خارج القطر، من خلال بيان وفاة إنه هو متوفى. القاضي دائما له السلطة التقديرية، يعني هو وصي هو ولي هو دائما صاحب القرار بهذا الأمر. طب أستاذ رامي، كتير أوقات بنسمع عن بعض خليني أقول المشاكل اللي بتنشأ بين العائلات بسبب الوصاية، بأنه العم لأنه وصي تم استخدام كل الأموال مثلا أو استغلالها بشكل غير صحيح، الأولاد فقدوا حقيتهم مثلا بإدارة مالهم أو اتاخذ مالهم. نسمع كتير عن هاي القصص للأسف، فحاليا كيف بيتعامل القانون؟ هل هذا الشيء ممكن إذا تم الإبلاغ عنه مع إثباتات يتغير الوصي؟ أكيد اليوم الوصي في عليه يعني له واجبات وعليه التزامات، في أمور مسموح له يتصرف فيها وفي أمور ممنوع عليه. هلا نحن مثلا ممكن نحكي على سبيل المثال لأنه القائمة تطول، الوقت ما بيسعفنا لنذكر كل البنود. مثلا أنا اليوم التصرفات نوعين، تصرفات نافعة نفع محض والتصرفات ضارة ضرر محض. في تصرفات دائرة بين النفع والضرر. هلا اليوم الوصي لما عم يعمل تصرف نافع نفع محض، مثلا عم يتقبل هبة للقاصر
فهذا ما عاقب عليه القانون، انه بالعكس عم يجيب له منفعه على القاصر، بينما مثلا انه يتصرف بماله، يبيع عقار له، يعمل قسمه عقار بدون ما يرجع المحكمه، اكيد هذا التصرف باطل. وبحال مثل ما تفضلتي تبين لاحقا انه هو جاوز السلطه الممنوحه له، اكيد القاضي هو مختص بانه بابطال هذا التصرف. في كثير تصرفات هو غير ماذون له يعملها الا بموافقه القضاء، مثل مثلا يعني البيع الشراء، التصرفات نقل الملكيه، في كثير على سبيل المثال هذول وليس على سبيل الحصر. طيب استاذ رامي، حضرتك ضويت على خلينا نقول شو منح القانون للاوصياء وشو منعهم. اذا بنحكي عن موضوع الواجبات، واجبات الاوصياء تجاه الاطفال، شو اهم الوصيات لليوم او الواجبات؟ تماما. هلا بدايه نحن في شروط لصحه الوصيه او الواصي، الوصي يكون على القاصر. بدايه بده يكون عادل ويقوم بأداء الوصاية بشكل عادل، بده يكون كامل الأهلية، بده يكون من نفس ملة القاصر، هذا ينص عليه القانون. وأكيد مطلوب حسن السلوك وحسن السمعة والعدل والعقل والبلوغ والرشد. شو نصح؟ أنه هو مثلا ارتأى أنه القاصر قبل بلوغه سن 18 عنده عته أو جنون، يقدم تقرير للمحكمة يقول أنه أنا يعني برتقي أني أنا ضل وصي عليه لأنه هو عنده وضع معين. طبعا هون المحكمة لازم تبحث بالأمر، تعمل فحص والخبرة للوصي، وإذا تبين صحة الكلام تعطي التقريرة تمدد للوصاية مثلا. هي أحد الأمثلة المهمة للوصي. طبعا يحافظ على ماله، يقدم حساب سنوي للمؤيد بالمستندات للعمليات البيع والشراء ونقل المال له، يفتح حساب بمصرف خاص بموافقة المحكمة لحتى يودع فيه كل شيء عائدات للقاصر خلال 15 يوم من تسلمه إياها. وممكن المحكمة تقدر له كفالة للوصي على نفقة القاصر. طيب خلينا نحكي كمان دكتور، اليوم حضرتك استاذ رامي، حضرتك قلت فكرة مهمة انه في كتير شغلات حد فيها القانون. نحن حكينا عن بعض البنود، معلش خلينا نذكر البعض الآخر بما يجوز ولا يجوز للوصي بأنه يتدخل فيه. مثل ما قلت لك بداية الأمر مثلا موضوع التصرفات نقل الملكية، البيع والشراء لا يجوز أكيد. مثلا إنفاقه من أموال القاصر، الزواج مثلا اليوم، الزواج أكيد مشروط، يعني هو أساسا قانون الأحوال الشخصية بعمر معين وبإرادة معينة، هو يعني إذا دون سن 18 هو أساسا يعني ما في زواج دون سن 18 يعني. انفاقه من امواله مثلا على التركه. في شغله كثير مهمه مثلا فينا نتطرق لها، اسقاط حقوقه القانونيه مثلا او تنازله عن دعاوى، انه اليوم هذا الولد او هذا القاصر عنده دعاوى يتنازل له عنها ويسقط له حقه بالمراجعه القانونيه لاحقا. ديون مترتبه على التركه يسكرها من حساب القاصر مثلا، هي كلها بدها اجازه من المحكمه اي تصرف. طيب استاذ رامي، خلينا نضوي على نقطة وهي يعني قانونيا اذا كان في مثلا خلينا نقول ازالة للوصي قانونيا امام اي محكمة، وكيف يتم هذا الاجراء؟ العزل. العزل يعزل اذا تحقق في سبب من اسباب الحرمان. اسباب الحرمان هي ذكرت بنص المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية. بالمناسبة نحن بداية الحديث نسينا نشير انه المشرع افرد حوالي 23 مادة قانون الأحوال الشخصية المعدل القانون رقم 4 لعام 2019 من المواد 176 للمادة 199. أسباب الحرمان ممكن تكون إذا انحبس، إذا كان في عليه حكم بتهمة سرقة أو تزوير أو جرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة. في عنا كمان ممكن يكون إذا كان أعلن إفلاسه فهو ما بيحسن يكون وصي لحتى يرجع يعاد اعتباره. في كمان عنا أسباب إذا هو كان مسيء للأمانة، إذا كان في خلاف بينه وبين الوصي وبين مصلحة القاصر أو حتى زوجته أو زوجها أو فروعه أو أصوله، أي حدا بتعارض مصلحته مع القاصر فهون تحقق سبب. ومثل ما قلت لك موضوع الحبس، إذا انحبس سنة فأكثر بقرار مبرم تسقط تلقائيا. ايه، القاضي هون بعين له وصي مؤقت. طيب استاذ رامي، اليوم ابرز المشاكل اللي بتواجهكم بما يخص ملف الوصايه وبتشوفوها بشكل يومي خلينا نقول بالمحاكم؟ هلا مثل ما تفضلتوا بدايه حديثكم موضوع يعني نحن بظل احداث اللي مرقت على بلدنا،
في كثير يعني رجال انفقدوا او توفوا او ما بيعرفوا عنهم اهلهم شيء، اولادهم كبروا، اولادهم اليوم عندهم صار اجراءات تصرفات قانونيه، ممكن بدهم يبيعوا عقار، ممكن بدهم يسافروا، ممكن كثير يعني للامانه في جهود جباره من المحاكم الشرعيه ليعالجوا امورهم، بس كثير الامور عم تكون مشربكه. وكمان العائق الكبير يلي دائما بنسمع عنه بحياتنا اليوميه انه ام مثلا انفصلت وبدها تاخذ اولادها وتسافر، وهي ما بيحق الا لانه اليوم بقانون 2019 تعدل بعام 2019 نص على انه لازم موافقه الطرفين، يعني حتى الاب ما عاد يحسن يسافر الاولاد بدون موافقه الام، وكثير في حالات رجعت مع الحدود لحتى جاب موافقه الام الخطيه. طيب استاذ رامي، قبل ما نختم حديثنا معك، من خلال عملك ومن خلال الحالات اللي شفتها ضمن المحاكم، شو هي اهم التوصيات او النصائح القانونيه اللي بتحب هيك اليوم تضوي عليها ضمن صباحنا؟ هلا نحن دائما يعني النصيحه الاوحد لنا انه دائما راجعوا اهل الاختصاص، نحن ما عم نحكي اليوم بس بمجال الوصايا، نحن دائما مع الاسف الشديد هذا يعني هذا مرض من امراض مجتمعنا انه بنعطي اذننا للعوام، يعني انا بنقول تجربه حضرتك وبدي اطبقها على حالي، اليوم كل تجربه لها خصوصيتها ولها شروطها، فدائما انا بنصح مراجعه اهل الاختصاص قبل اجراء اي تصرف قانوني كرمال تحمي حالك وتحمي حقوقك. اكيد معلومات جدا مهمة، بنتمنى يكون يعني حكينا عن كل التساؤلات اللي بتخطر ببال الأشخاص اللي بيتابعونا عن الوصاية. شكرا لك ولوجودك معنا. كلك ذوق، أهلا ومرحبا. شكرا أستاذ رامي، يسعد صباحك، وشكرا هيك لك المعلومات اللي ذكرتها. أهلا وسهلا بحضرتك.